من القضايا الحقيقة اللي هي مثيرة للاستهجان قضية لا تمت للعلاقات المتينة ما بين الشقيقين الرياضيين العراق والأردن اتحاد غرب آسيا. الحقيقة يتصرف بطريقة عجيبة غريبة ويعتبر منتخب ناشئة العراق المشارك في بطولة غرب آسيا الجارية في العاصمة الأردنية عمان خاسراً أمام الأردن وأمام لبنان بعد أن ترشح الفريق العراقي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الفريق الأردني بهدفين مقابل هدف واحد. الداعي أن هناك لاعبا هناك تلاعبا بأوراق الثبوتية هو اللاعب أحمد محمد عبد الله. إذ عد اتحاد غرب آسيا منتخب العراق خاسرا أمام لبنان والأردن 3-0 وتغريمه مبالغ مالية بموجب تقرير الفحص الطبي اللي أثبت أن اللاعب أحمد عبد الله عدم أهليته بالمشاركة في البطولة كونه قد خالف تعليمات ولوائح البطولة ولائحة الانضباط. اللجنة قررت اعتبار العراق خاسر أمام لبنان 3-0 وتغريمنا 2500 دولار وحرمان اللاعب 6 مباريات فضلا عن تغريمه 1000 دولار. أما التصعيد الآخر اللي كنا متفاجئين به هي قيام اللجنة المنظمة للبطولة بإخراج وفد المنتخب العراقي من مقر إقامته بالإضافة إلى منع تقديم الطعام للفريق وسحب السيارة المخصصة لنقل اللاعبين. اللجنة المنظمة تصرفت بشكل غريب وغير لائق حيث ألزمت اللاعبين بمغادرة غرفهم وسحب السيارة الخاصة بنقلهم، كما أبلغت إدارة الفندق بعدم تطبيق أو تقديم الطعام للفريق العراقي. طبعا هذا التصرف هو تصرف فردي وشخصي لا ينم عن عمق العلاقة ما بين الأشقاء الأعزاء، وافتقر إلى الأخلاق والضيافة داخل مقر الفندق. طبعا بعثة منتخبنا الوطني تكفلت بتوفير وجبات الطعام للفريق بأحد المطاعم خارج الفندق وتحملت تبعات الأمور اللوجستية حتى العودة إلى بغداد. هذه التصرفات استدعت اتحاد الكرة أن يعلق نشاطاته مع اتحاد غرب آسيا. طبعا كل الاحترام والتقدير لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا، هذا الرجل اللي معروف مواقفه وتفانيه وحبه إلى العراق وإلى شعب العراق وإلى رياضة العراق. لا أتكلم عن شخص رئيس اتحاد غرب آسيا، ولكن أتكلم عن الموظفين في اتحاد غرب آسيا اللي حاولوا جهد الإمكان أن يجاملوا المنتخب الأردني على حساب الفريق العراقي وابتدعوا هذه الكذبة، هي كذبة التلاعب بأعمار اللاعب او بعمر اللاعب احمد عبد الله. وبالتالي البعثه العراقيه استغربت لانه اساسا احنا عندنا بطاقه الهويه، وبطاقه الهويه التي تصدر من قبل وزاره الداخليه عليها ضوابط كثيره ولا يمكن التلاعب بها. ثم الحمد لله والشكر صار لنا سنتين ثلاثه ما عندنا موضوع التلاعب وما عندنا موضوع التزوير اللي كان يعني يشوب بعض الفرق العراقيه. لكن هذا الموضوع انه انت حتى وان كان لاعب عندنا يعني لا قدر الله طلع مزور وخلاص، هم لاعبين عمرهم 16 سنة تقطع لك عليهم؟ يا جماعة احنا العراق، وانتم تعرفون عمق العلاقة ما بيننا وبينكم، احنا الجيرة واحنا الأخوة واحنا الأشقاء واحنا مواقفنا معروفة. تقطع الأكل وتسحب السيارة وجر عليهم سلاح وقولهم يلا طلعوا، عيب عيب هاي التصرفات. ايش قد قيمة الأكل وايش قد قيمة إيجار السيارة باليوم؟ هذا ضيف عندك أخي العزيز، ضيف عندك. أنا لا أتكلم بالعموم، ولكن أنا أنتقد تصرفات شخصية لبعض موظفي اتحاد غرب آسيا، بعض أعضاء اللجنة المنظمة. مع الأسف أخوتنا بالأردن النشامة معروفين بكرمهم وبحبهم للعراق، وإحنا رحنا وعشنا وشفنا، شفنا مدى احترامهم وتعلقهم وعمق العلاقة اللي تربطنا ما بين الشعبين. لكن هذا ضيف عندك جاي، ذولا أعمار صغيرة 16 سنة تقطع عنا الأكل؟ ليش؟ سوى أكو مخالفات أنتم ابتدعتوها، لكن هذا ما يحتم عليك تقطع الأكل على الفريق جايك ضيف وبعد فترة إفادة ما منتهية. خلوه يأكل وراها قولوا يا بي ترى أكو غرامات مالية وشي، أما تقطع الأكل عنه تسحب السيارة
وما اعرف هذه التصرفات بعيده عن الخلق الرياضي. واعتقد سمو الامير علي بن الحسين اللي اوجه له التحيه، هذا الرجل اللي كان حاضرا في البصره وجاب المنتخب الاردني ورفعوا الحظر عن العراق، هذا الموقف لا يمكن ان ينساه الشعب العراقي لهذه الشخصيه الرائعه. ما يقبل احد من موظفي اتحاد غرب اسيا يسيء للفريق العراقي ولمكانه الفريق العراقي، لذلك نشعر بالامتعاض واطالب اتحاد الكره مقاطعه، ترى اتحاد غرب اسيا لا يسمن ولا يغني وما يفيدنا، ترى بطوله حاله حال بطوله الخليج. بينا خير نروح لكاس العالم ونشارك ببطولات عالميه ونشارك ببطولات دوليه، خلينا نطلع من هذا الزون غرب اسيا ومدري ايش وهاي الكلاوات، ما تفيدنا ولا راح تطورنا. نتخذ قرار بمقاطعه هذه لانه كله مجاملات وكله ما اعرف ايش وما تفيدنا. زين؟ لذلك الاتحاد قرر تعليق نشاطاته وننتظر بعد لعبه الكويت عوده رئيس الاتحاد وراح نشوف شنو اللي حيصير. بالمناسبه ايضا الكابتن خلف جلال رئيس البعثه وهو عضو اتحاد الكره العراقي مشرف فريق الناشئين كان حاضرا واعتبر انه هذا القرار تعسفي مبيت واشاد باللاعبين وبما قدموه واكد انه لا يمكن ان يكون هناك لاعبا قد تم التلاعب باعماره.